بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، سبحانه الملك ملكه والأمر أمره، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحانه أرفع إليه أكف الضراعة وأناجيه وأقول له يا رب العالمين رضاك خير من الدنيا وما فيها، فارض عنا جميعا يا رب، ارض عنا جميعا يا رب. يا رب رضاك خير من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فليس للنفس آمال تؤملها سوى رضاك عنا يا رب، سوى رضاك عنا يا رب، فذا أقصى أمانيها. اللهم إني أسألك يا الله يا أرحم الراحمين أن تيسر لنا كل أمر عسير، وأن تفتح لنا فتوح العارفين. اللهم برحمتك الواسعة ورضاك عمنا اكفنا يا الله، اكفنا يا الله، اكفنا يا الله شر ما أهمنا وما أغمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين، إنك على ما تشاء قدير. اللهم فك كرب المكروبين يا رب، فك كرب المكروبين يا رب، فك كرب المكروبين يا رب، واقض حوائج السائلين على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك، نعوذ بك من نقمة السلب بعد نعمة العطاء يا أرحم الراحمين. وصلاة وسلاما يليقان بمقام الحبيب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول سيدنا سمرة ابن جندب رضي الله عنه، بيقول جلست مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة كان القمر فيها بدرا، فأخذت أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى البدر، فوجدت وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم أجمل من البدر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحبيب المحبوب، خير من صلى وصام وتهجد لربه عز وجل وقام، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون أينما كنتم، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم حجاوز. موضوع حلقتنا النهاردة متميز، موضوع حلقتنا النهاردة عن خلفة البنات، الناس اللي بتخلي بنات بس وبتعمل مشاكل إنها ما خلفتش إلا بنات. في مثل مصري بيقول لما قالوا لي جبت ولد انشد حيلي وانسند، لما قالوا لي جبت بنية انهدت الحيطة عليا. بالذمة ده كلام يا جماعة، لما خلفت ولد انشد حيلها وانسند، ولما خلفت بنت طبعا انهدت الحيطة عليها. طبعا ايه رأيكم في هذا الكلام وهذا الموضوع؟ برضو يقول لك في الفلاحين عندنا وفي البلد عندنا، يا مخلفة البنات يا شايلة الهم للبنات. هل ده صحيح فعلا؟ الست اللي بتخلي بنات بتشيل هم البنات لغاية لما تموت؟ هل البنات فعلا هم ولا رحمة من الله سبحانه وتعالى، ولا البنات بيودوا الجنة على طول؟ ده موضوعنا النهاردة، بنناقش هذه القضية وبنصحح المفاهيم الغلط اللي عند الناس في بعض أمثالنا الشعبية. أنا في انتظار طبعا أسئلتكم وفي انتظار رأيكم في هذه القضية، ولكن خلونا الأول نشوف رأي الناس في هذه المسألة، وراجعين مكملين مع حضراتكم مناقشة موضوع خلفة البنات. هو الخلفة ونوع الجنين من الرجل ولا الست؟ من الراجل طب، كله برضه نرجع نقول لربنا سبحانه وتعالى الراجل. الراجل طبعا، دي حاجه بتاعت ربنا دي. هم الاثنين؟ لا دي طبعا حاجه من بتاعت ربنا. من الراجل طبعا. لا لا والله، ده رزق من ربنا. خلفه البنات رزق؟ اه طبعا، ده اللي ما خلفش بنت ما خلفش. اه طبعا الحمد لله، رزقهم واسع فعلا، احلى حاجه في الدنيا البنات، تبقى بسم الله ما شاء الله وشهم حلو، ربنا يبارك فيهم يا رب. الولد رزق والبنت رزق في حاله التربيه كويسه. اه طبعا رزق، انا معايا بنتين وولدين. خلفه البنات رزق جدا جدا، رزق من عند ربنا الحمد لله. رزق كل الرزق. دايما يقول لك البنت رزقها واسع، يا وبنتي ديت انا بتقلي لو كان ولد ما كنتش احبها بنفس الحب ده. هتعملي ايه لو جوزك اتجوز عليك بسبب البنات؟ لا هو الشرع محلله اربعه، لو طالما هو اصلا مش يعني مش امن باراده ربنا ان انت خلفتك دي بنات مني، يبقى خلاص عايز يتجوز يتجوز، ما يتجوز انا هاخد انا البنات بقى.
وربيها زي ما انا عايزه. لا ما يقدرش ما يقدرش يتجوز عليا طبعا. مع السلام. انا عندي الحمد لله مؤمن بقضاء ربنا الحمد لله، يعني سواء ولد او بنت ما عندوش الحته دي. كنت سالتني الكلام ده بقى من 20 سنه. كل راجل في الدنيا عايز يبقى عنده ولد. لا طبعا لا لا، لان انا ممكن اتجوز 10 وكلهم يخلفوا بنات. دي حاجه بتاعت ربنا. عندي 5 بنات. عايزين انت تاني اتجوز؟ مفيش مشكلة. لا والله انا ممكن اتجوز عليها بس مش عشان الولد او البنت. بتجبرني ان انا ما اتجوز. انا ممكن اتجوز 2 و3 و4 وبرضه هي قصة البنات. ايه رأيك في المثل اللي بيقول يا جايبة البنات يا شايلة الهم للممات؟ صح، بالذات خصوصا في العصر اللي احنا فيه ده او في الزمن ده. ابدا ابدا والله ده مثل كذاب. لا ده مش صحيح طبعا. يعني ربنا ساعة البنت ما بتتولد ربنا سبحانه وتعالى بيقول انا معيل مع ابوك عليك. جوزك عامل ايه؟ بنتي معاكي؟ مصروف بيتك؟ الكلام ده تبقى الام فعلا شايله همها لغايه ما تتجوز، لغايه ما بتخلف وانت شايله همها. بقى هما الاثنين همين يعني، بس ربنا برضك بيعين على الاثنين يعني. بتتعلم وبتشتغل وزي الواد يعني. اتمنى من ربنا ان ربنا يدينا بنات. طبعا انا افضل شايله هم لحد ما نموت. رجعنا لحضراتكم مرة تانية وشفنا أكيد رأي الناس وموضوع حلقتنا النهاردة عن خلفة البنات، الناس اللي بتخلي بنات بس. وأعتقد لفت نظري شوية حاجات كده في كلام السادة المشاهدين قبل كده. أول حاجة إن الإنجاب رزق، وطبعا الأولاد رزق من الله سبحانه وتعالى، فمحدش يغضب على رزقه، لازم الواحد يبقى راضي وسعيد. ربنا يرزقنا بولد الحمد لله، ربنا يرزقنا بنت الحمد لله، هو ربنا سبحانه وتعالى الوهاب، فنشكر فضل ربنا. مش هو قال في القرآن كده؟ هو قال في القرآن العظيم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وخدوا بالكم يا جماعة، خدوا بالكم وحطوا كده تحت كلمة يهب دي الفعل المضارع ده، حط تحت منه 10 خطوط، يعني الأولاد هبة من الله، مش جدعانة منك، ولا انت تقدر تخلق ذبابة ولا حشرة ضعيفة، لكن الأولاد دول هبة من الله سبحانه وتعالى، وانت واجبك انك ترضى بقضاء ربنا. خلفت بنت الحمد لله، خلفت ولد عليك ان تحمد الله سبحانه وتعالى، ترضى بقضاء ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقول لنا في الحديث القدسي عبدي انت تريد وانا اريد ولا يكون الا ما اريد، فان سلمت بما اريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم بما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. عبدي وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي، إن لم ترضى بما قسمت لك، إما كنتش هترضى بلا ربنا قسمه لك في الدنيا، إيه ربنا هيعمل لك إيه؟ إن لم ترضى بما قسمت لك لسلطت عليك الدنيا. طب يا رب الدنيا هتعمل فينا أكثر مما نعانيه؟ الدنيا، الدنيا وما أدراكم ما الدنيا يا جماعة، الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية، لا ينالك منها إلا ما قسمت لك ولا أبالي. عبدي لي عليك فريضة ولك علي رزق، ومع ذلك فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يرزق المشركين والملحدين وعباد الشمس وعباد الدنيا، فما بالكم بمن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا الملاحظة الثانية في كلام السادة المشاهدين، الكلام الجميل اللي قالته المشاهدة الكريمة لما قالت اللي ما خلفش بنات يبقى فعلا ما خلفش، لأن البنت طبعا ضعيفة، خلقت من ضعيفة، العائل عليها معان إلى يوم القيامة. وسيدنا النبي قال لنا وحشرح الحديث ده بعد شوية، قال لنا خير النساء اللي خلفت ولد. لا والله، تصوروا حضراتكم من هي خير النساء يا رسول الله؟ خير النساء من بكرت بأنثى، اللي كان أول إنجابها بنت، دي من خير النساء، من يمن المرأة إنها تبتدي تخلف بنات. وحشرح الحديث ده. بس معانا اتصال تليفوني، حاجة سمية. السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتور، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا حاجه سميه، ازي حضرتك؟ ربنا يخليك، منور حضرتك والاسره، البرنامج كلها منوره وكل سنه وانتم طيبين. الله يبارك فيك يا ست الكل، اتفضلي. ربنا يخليك. والله البنات رزق ونعمه كبيره جدا، وبتضيف بهجه للبيت غير الولاد، يعني البنات بيعملوا بهجه وفرحه كده في البيت، وكمان بيبقوا ونس واصدقاء للام وللاب
بيبقوا قاعدين يعني. الولد ممكن يبقى طول النهار مع اصحابه وبره ومع واللي في شغله، واللي البنت متواجده يعني موجوده بتشارك في كل حاجه، شايفه انها رزق. وهي كمان متفوقه عن الولد، البنات دلوقتي بيطلعوا الاوائل، شوف اوائل الثانويه العامه دلوقتي واوائل الشهادات العامه واوائل كلهم بنات. ايوه ملتزمين قوي في حته الدراسه، ملتزمين في انتمائهم للاب وللام وللاسره، بيبقوا حنينين جدا. امال يا حاجه سميه، امال يا حاجه سميه ليه بعض الناس بيزعلوا ما يخلفوا بنات؟ لا والله هي ثقافه مجتمع دكتور اكتر منها اي حاجه يعني، ان دايما ان الرجل بيحب ان يكون عنده ولد عشان يحمل اسمه ويبقى بقى امتداد ليه يعني، يعني اسم العيله يعني. يعني هي بتبقى بس ده منظورها الثقافي عندنا يعني في المجتمع. لكن طبعا ما فيش فرق بين ولد وبنت، ما هو ربنا قال المال والبنون زينه الحياه الدنيا، ما اختلفناش. نعم. لكن لو لا ولكن ما هو ربنا سبحانه وتعالى حياتك عارفه ان وزع القسمه الرباعيه دي، مش كده؟ في انبياء خلفوا ذكور، وفي انبياء خلفوا اناث، وفي انبياء خلفوا ذكور واناث، مش كده؟ وفي انبياء ما خلفوش خالص، مش كده ولا؟ أيوة. هقول الكلام ده، اتفضلي حياتك كملي. ايوه بس فبنقول يعني ان المثل ده مش كويس طبعا، ومش هي بس مش حته انها بتشيل الهم، احنا بس قلقانين عليهم قوي. يعني عندي بنتين فبقى قلقانه قوي عليهم، ان مثلا تتجوز واحد ما تكونش فيها ربنا، انها تتعب في حياتها. عندك بنات يا حاجه سميه؟ عندك بنات؟ ايوه عندي بنتين يا دكتور. جوزتيهم؟ والله واحده مخطوبه وواحده لسه يعني لسه شويه. طب ربنا يبارك لك فيهم ان شاء الله. ناعيه همهم؟ شايله همهم؟ لا انا بس مش حته الواحد بيشيل هم، هي حته بس ان انت بتبقى قلقان لما تتجوزها حد يكون مش امين عليها او ما يرعاش. طب انت بقى اختاري لها واحد كويس وهي تختار واحد كويس، زي ما الرسول قال لنا كده، اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه. طبعا يعني، بس هي برضو في حاجات بتظهر بقى، ممكن حتى الام بتبقى قلقانه على بنتها من اللي خلفت، لا ما خلفتش مرتاحه يعني، ممكن جوزها لا يتجوز عليها يعني، بيبقى في حاجات مخاوف تانيه كتير، حاجات تانيه كتير. لان الناس اصلا ما بتتعيش بالمعروف، لو الناس عايشت مع بعضها بما يرضي الله سبحانه وتعالى بقى في حق وفي واجب، الست ادت واجبها وطلبت حقوقها. لكن مشكله بعض الستات وبعض الرجاله برضو ان الواحد بيطلب حقوقه بس ومش عايز يؤدي واجباته. أيوه. وتبقى عشان كده من هنا تنشا المشاكل. نعم فعلا. بس عندك سؤال تاني ولا حاجه است كل؟ لا شكرا. اشكرك جدا، شكرا جزيلا. معانا اتصال تليفوني اخر. يا ام رحمه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا ام رحمه؟ اهلا وسهلا. الحمد لله تمام. اتفضلي يا استاذ كل. انا بقول لحضرتك ان احنا على طول في مشاكل انا وجوزي بسبب خلفه البنات، انا معايا بنتين وحامل دلوقتي ومش عارفه ربنا يديني ولد ولا لا. ان شاء الله ربنا هيكرمك وهيرزقك بالولد الصالح باذن الله. ان شاء الله. يا ريت. ان شاء الله بولد الذكر الصالح ان شاء الله. مشاكل ليه يعني؟ مشاكل على ان هو عايز خلفي، عايز ولد كل شويه. هو جوزك قولي له انت عارف الخير فين؟ ما يمكن البنت افضل، ما يمكن البنت تقف جنبك وتسندك اكتر، ما عادش فارق دلوقتي بين الولد والبنت، ولا ايه رايك؟ طبعا، بس بقى بيقول لك فان البنات بتتجوز وهتروح لجوزها ومش هتبقى قاعده معايا، لكن الواد هو اللي يبقى سندي، هو اللي يبقى قاعد معايا. فرق عن البنت خلاص هتتجوز وتشوف حياتها وحياه جوزها وحماتها وكده يعني. ان شاء الله يعني اذكري الله كثيرا وادع ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى هيرزقك اكيد بالخير وهيرزقك بولد صالح ان شاء الله. عندك سؤال ثاني ولا حاجه يا سكل؟ عايز اقول لحضرتك ان انا متعقده اصلا من الصبيان، لاني اخويا برضو رمى امي بعد ما كبرته. رماها ازاي يعني؟ يعني جه عليها عشان خاطر مراته بعد ما ضحت كتير. امال امك قاعده فين دلوقتي؟ انا والدتي دلوقتي قاعده لوحديها، ما حدش بيسال عليها غير انا واختي. لا حول ولا قوه الا بالله. وهو ما بيسالش على امه خالص؟ خالص، ولا بالتليفون حتى. ليه؟ يعني ايه السبب يعني؟ السبب مراته يعني. المدام خدته يعني كده قوي؟ خدته خالص، ولا سال في امه ولا سال في اخواته البنات، وقال انا ماليش اخوات بنات. ليه؟ من باب الاطاء كده يا ام رحمه؟ اتغير ده بقاله اكتر من 3 سنين يا دكتور شيخ. والله دي حاجة تحزن فعلا، دي من علامات الساعة. يعني ازاي يسيب امه بهذا الشكل؟ ممكن مراتك لها حق تدهولها وزوجتك لها حق تدهولها، لكن ما الام ما يتجاهلهاش بهذا الشكل. يمكن يكون في حاجة تانية مضايقاه قوي، حتى لو كانت ايا كانت اللي عملته امه فيه حتى ما يقطعهاش. ابدا، هي ما عملتش حاجة خالص، ده هي بس بتقول له خليها تطلع تقعد معانا، تتعرف علينا، تاكل وتشرب معانا، تعتبرنا ان انا امها وان دول اخواتها،
مفيش، عايزه تاخد اخويا وتبقى لوحديها. وتروح عند مامتها وتقول نهار عند مامتها وخلاص. لكن عند امك لا. للاسف الشديد. طيب يا بنتي عندك حاجه تاني؟ عايزه حضرتك يا ريتك تدعي لي ان ربنا يعطيني ولد يكون هادي ويكون كويس. يا رب يا رب ان شاء الله. كل الساده المشاهدين يدعوا لك، وانا ادعو الله لك بالصحه والعافيه، وان يرزقك الله سبحانه وتعالى بولد صالح تقر بعينك ان شاء الله. شكرا جزيلا لحياتك. لكن يا جماعه يعني اديكم شايفين نفسها في ولد عشان جوزها عايز ولد، ربنا ان شاء الله يرزقها بولد. لكن لو خلفت بنت برضو عليك ان تشكري فضل الله سبحانه وتعالى الوهاب اللي هو يعطي، هو على كل شيء قدير، واطلبوا منه وربنا خزينه مليانه وربنا عنده كتير. وربنا اذا العبد والله يا جماعه رفع ايده لربنا يستحي ان الله ان يرد العبد صفر اليدين. يعني ربنا كبير، ربنا وهاب، ربنا عليم سبحانه وتعالى. فارفعوا ايديكم لله واطلبوا منه، ربنا عنده خير كتير جدا يا جماعه. بس عايز اقول لحضراتكم ما عند الله من خير لا يطلب بمعصيه الله، ولكن ما عند الله سبحانه وتعالى من خير ده بيطلب بطاعه الله سبحانه وتعالى. فيما يتعلق بسؤال حضرتك المشاهده الكريمه، اخوها سايب امه بقالها 3 سنين قاعده لوحدها وعبد لزوجته، والرسول قال لنا صلى الله عليه وسلم تعس عبد الزوجه اللي احلام مراته اوامر، اللي هي بتقول له اعمل يعمل. ما ينفعش يا جماعه، امك لها حق، وخد بالك انت كمان يا ابني، والله انت كمان ايها الابن العاق اللي سايب امك قاعده لوحدها، بكره هتكبر وهتبقى مسن، وسيكون والله الجزاء من جنس العمل. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في الحديث الصحيح البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. بكره تكبر وتبقى مسن وتعمل فيك اللي انت بتعمله في امك مهما كانت الظروف. لا تقاطع امك على الاطلاق، امك لا حق ومراتك لا حق، امك تاخد حقها ومراتك تاخد حقها. ما فيش حاجه اسمها انا خيرت بين امي ومراتي اختار مين، وليه انا اصلا احط نفسي في هذا الموضوع؟ الام هي اللي تعبت وهي اللي ربت وهي اللي شقيت وهي اللي خدتك بني ادم طويل كده، وهي اللي ربتك وقدمتك هديه لهذه السيده. فهي كمان لازم تحترم امك ولازم تعملها المعامله الطيبه اللي ترضي ربنا سبحانه وتعالى، والا ربنا غضبان عليك. لان ربنا قال لنا في القران سبحانه وتعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، مش وبالوالدين اهانه، وبالوالدين احسانا يا ابني اما يبلغن عندك الكبر. كلمه عندك دي حط تحتها 10 خطوط حمراء. يعني ايه؟ يعني الاب والام لازم لما يكبروا يبقوا مسنين لازم يبقوا عندك في البيت، ما فيش حاجه اسمها غير كده. يعني مش ترميهم في دار مسنين او تسيبهم قاعدين لوحدهم ويحصل من اللي بنسمع عنه هذه الايام، لا. يعني كان ممكن ربنا في القران ايه؟ اما يبلغن الكبر. لكن كلمه عندك دي يعني لازم يكونوا في رعايتك، لازم يكونوا في عينيك من جوه، لازم يكونوا في عنايتك. هو ده يا جماعه اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هو ده يعني المفروض ان الابن يعامل والده ووالدته، ومش بس يعني مراته، كل اللي بتقوله ينفذه لها، نفذ الصح وننفذ اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. احنا لسه متواصلين مع حضراتكم وبرنامجكم هتجوز، حلقتنا النهارده يا جماعه عن خلفه البنات، او المثل المصري اللي بيقول يا مخلفه البنات يا شايله الهم للممات. المثل ده صح ولا غلط؟ الاجابه المثل ده غلط. يا مخلفه البنات يا ان شاء الله السعد في الدنيا وفي الاخره. يا مخلفه البنات ان شاء الله هياخدوا بايدك الى جنه عرضها السماوات والارض باذن الله سبحانه وتعالى. يا مخلفه البنات ياللي عندك كل الحنان، ياللي عندك في البيت كل الخير، ياللي عندك في البيت كل الموده، ياللي مخلفه البنات ياللي عندك في البيت الرحمه، ياللي الملائكه بتتنزل في بيتك عشان تدعو لكم الله سبحانه وتعالى بالرحمات. كل ست مخلفة بنت، ما المثل ده غلط وغير صحيح وكلام ما ينفعش.
احنا نقوله على الاطلاق، يا مخلفة البنات، يا اللي عندك مليارات الحسنات من ربنا سبحانه وتعالى. معنا مين يا شيماء؟ يا حاجة ام محمد، سلام عليكم يا ام محمد. طب معلش يا ام محمد حاولي تتصلي بينا مرة تانية. بقول المثل ده غلط، وفي امثال كتير عندنا في بنرددها في الريف خاطئة ينبغي ان تصحح. واي مثل يتفق مع الاسلام على راسنا من فوق، اي مثل يعارض دين الله سبحانه وتعالى ده طبعا احنا بنرفضه على طول الخط. يقول لك برضه زي ما قلت في الاول، لما قالوا لي جبت ولد انشد حيلي وانسند، ولما قالوا لي جبت بنيه انهدت الحيطه علي. ليه؟ ده انت لما جات لك بنيه دي ربنا هيكرمك، ده البنت رزقها واسع. ده الرسول قال لنا يا جماعه في الحديث الصحيح خير النساء من بكرت بانثى، كانت البكريه عندها انثى، يبقى كل واحده ست خلفت بنت وابتدت ببنت دي على طول طبعا من خير النساء، وبشرها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالخير كله والسعادة كلها. وخليني أقول لحضراتكم للناس اللي بيزعلوا منهم يخلفوا بنات، ما تزعلوش، احنا ما نقدرش نخلق ذبابة والله، لكن الواهب هو الله سبحانه وتعالى، وهو اللي بيدينا سبحانه وتعالى الخير كله وعلى كل شيء قدير. معانا الأستاذ هاني. يا أستاذ هاني السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا مولانا؟ الله يخليك. اهلا بيك يا استاذ هاني، اتفضل يا اخويا. الله يخليك يا فندم. بقول لحضرتك بالنسبة للمتصلين اللي هم بيقول لك انا عاوز ربنا يرزقني بولد وكده، فهي حلها بسيط جدا يا فضيلة الشيخ. اتفضل. انا سبحان الله يعني ما اتمنيتش من ربنا شيء وعطهوني عن طريق الاستغفار. الله يعني الله. مريت بظروف سيئة جدا. الله. استغفرت ربنا عطاني فلوس كتير. الله. استغفرت بربنا رزقني بالاولاد. الله ربنا حضرتك. الله يفتح عليك يا هاني. اي والله يا هاني محتاجينك. استغفروا ربكم انه كان غفارا. جميل يا هاني. يرسل عليكم السماء مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. سبحانه وتعالى. فاي حد يتمنى شيء يستغفر ربنا سبحانه وتعالى. وانا بقول لحضرتك انا عن نفسي استغفرت ربنا في دي، عطاني اموال كتير، استغفرت ربنا. اتجوزت يا هاني؟ اتجوزت. معايا ولدين ومعايا بنتين. الحمد لله يا هاني، مبسوط الحمد لله. انا حبيت اعمل المداخله بس عشان اقول لهم الحل بسيط جدا وهو الاستغفار. الله يفتح عليك يا هاني. ذكرها طبعا في الايه في القران. الله يكرمك يا هاني. حاضر يا هاني، يعني جميل. من اسهل ما يكون اللي يتمنى شيء يستغفر ربنا ويداوم على الاستغفار. شكرا يا هاني. يرزقه كل اللي هو عايزه بفضل الله عز وجل. ربنا يكرمك يا استاذ هاني، شكرا يا استاذ هاني. معانا الاستاذه سعديه، السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. والله انا من دمياط. اهلا بيك يا حاجه سعديه. ربنا يبارك في كل اهل دمياط الطيبين الطاهرين. الله يبارك المنتجين العاملين المجدين المحترمين. الله يخليك، والله انا بحبك كتير في الله. ربنا يكرمك يا ست الكل. لو انا عندي انا ارمله من مضي 35 سنه. ربنا يديك الصحه والعافيه. والله نعم. وعندي بنتين، مجوزه بنت. متجوزة بنت والبنت التانية لسه. تمام. والحمد لله هم نعمة من عند ربنا. نعم. الحمد لله، يعني ما بقولش ولا بنت ولا ولد. الحمد لله يا حاجة. ربنا الحمد لله معوضني بهم خير. يا رب الحمد لله. ما تحرمش منك أبدا يا حاجة. عندك سؤال ولا حاجة؟ الله يخليك، أنا بحب أشوفك وأسمعك على طول. الله يكرمك، ادعي لي. الله يبارك في عمرك. دعواتك. بشكرك جدا، بشكر المشاهدة الكريمة وأدعو الله لها بالتوفيق والسداد. وشوفوا راضية ازاي وسعيدة قوي، خلفت بنتين ما اعترضتش. يا جماعة من اعترض انطرد، محدش اعترض. علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى. هجاوب على أو علق على كلام أستاذ هاني اللي قال نعمل ايه لما نكون نفسنا نخلف ولد ولا بنت، نعمل ايه او ربنا يكرمنا ويرزقنا. هنتكلم في ده ان شاء الله، ولكن بعد فاصل قصير باذن الله سبحانه وتعالى. الناس ما ينفع الناس.
شهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التفسير والتأويل وارتضاهم الله لنبيه أصحابا. كانوا لنا قدوة وأعلاما. والذين معه مع الدكتور الشحات العزازي الأربعاء في الرابعة والنصف عصرا على الناس. الفتنة. زمان قالوا الولد مش بنى مبخلة، وعشان كده فتنة الأولاد أكثر وأعظم وأشد من فتنة الأموال. الفتنة مع مصطفى ثابت الليلة في العاشرة والنصف مساء على الناس. بعد قليل علمني الحبيب. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قناة الناس، ما ينفع الناس. رجعنا لحضراتكم يا جماعة وبرنامجكم هتجوز. بنتكلم النهاردة في موضوع مهم جدا وهو خلفة البنات. الناس اللي بتخلف بنات بس وزعلانة، ياريت يحمدوا ربنا سبحانه وتعالى ويشكروا فضله. في ناس نفسها بنت عمية مش لاقية. نحمد ربنا الوهاب اللي ادانا خير كتير جدا، لأن الله سبحانه وتعالى كريم وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. كلموني يا جماعة على وسائل الاتصال اللي هتظهر على الشاشة قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشة. ولسه بنتكلم في المثل المصري المألولي، جبت ولد نشد حيلي وانسند ما شاء الله، ولما قالوا لي جبت بنيه هجز الحيطه عليها. طبعا ده كلام يزعل جدا وكلام يخالف منهج ربنا سبحانه وتعالى، وكلام بقوله لكم عشان نرفضه، عشان نصلح المفاهيم في البلد، في القريه عندنا وفي الريب وفي الصعيد وفي كل حته، نصحح المفاهيم عند الناس. ده كلام مش صح. الا طبعا المشاهد الكريم اللي قبل كده الاستاذ هاني يلفت نظرنا، قال لك الست اللي نفسها يا عيني حامل وخايفه، جابت بنتين وخايفه تطلع بنت، قلت لك اعمل ايه واتصرف ازاي؟ هو قال لنا الدواء، جاب لنا علاج جميل ربنا يكرمه استاذ هاني. لفت نظرنا لحاجه مهمه قوي، لفت نظرنا لنعمه كبيره احنا ناسيينها غايبه عننا، اسمها نعمه الاستغفار. احنا نستغفر ربنا سبحانه وتعالى. هو فعلا ده صح والله يا جماعه. اي حد عنده ازمه، عنده مشكله، عنده موضوع مضايقه، عنده حاجه خانقاه، عليه ان يستغفر الله. شوفوا ربنا قال ايه في القران العظيم، كلام جميل قوي، كلام ربنا جميل والله يا جماعه. وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. الله، استغفروا ربكم ثم توبوا اليه. يعني ايه؟ هتعمل ايه حضرتك؟ هتقول استغفر الله العظيم رب العرش العظيم واتوب اليه. ربنا قال ايه بعد كده؟ ربنا هيكرمك، يفك لك كل المشاكل، يمتعكم متاعا حسنا. عايز متاع الدنيا هيجي لك، بس استغفر الله سبحانه وتعالى. وقال لنا في آية تانية في سورة نوح، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اللي بيعاني من ضيق الرزق، اللي ظروفه المادية صعبة، بيقول لك عايز فلوس، الولاد محتاجين، المدام ما بتبطلش تطلب فلوس، اعمل ايه واتصرف ازاي؟ استغفر الله كثيرا. ده دواء من عند ربنا، ودواء ربنا يا جماعه ببلاش، ودواء ربنا سبحانه وتعالى اكد فيه الشفاء
وفي العلاج لان هو اللي خلقنا. الا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. يبقى اللي ظروفه صعبه يستغفر الله سبحانه وتعالى. اللي ما خلفش يستغفر الله سبحانه وتعالى. اللي نفسها في ولد ذكر تستغفر الله سبحانه وتعالى. اللي نفسها بنت تستغفر الله سبحانه وتعالى. اللي نفسه ربنا يهدي له مراته يستغفر الله سبحانه وتعالى. اللي نفسها ربنا يهدي لها جوزها ويطرد الشر من بيتها ويدفع عنها شر خلقه وشر اعين خلقه واذى حماتها واذى مرات ابنها ان صح التعبير يعني، عليه ان يستغفر الله سبحانه وتعالى. حد يقول لك طب يا مولانا ده انا استغفرت كتير قوي بس ما فيش فايده، لسه جوزي مطلع عينيا. او الراجل يقول لك ده انا استغفرت كتير قوي بس لسه حماتي مطلعه عينيا، بس لسه مراتي يعني خانقاني ومضايقاني ومش عارف اعمل ايه واتصرف ازاي. بقول له الجمله الجميله قوي الى اللي تهنى الربيعه العدويه رضي الله عنه، لما واحد بيستغفر ربنا قدامها كده، فقالت له يا هذا ان استغفارك يحتاج الى استغفار. يا سلام على الكلام الجميل يا جماعه. قالت له ايه؟ ان تاني ان استغفارك يحتاج الى استغفار. استغفارك يحتاج لاستغفار، يعني استغفر ربنا بقلبك. لكن انت مش بتقول يا رب انا استغفرتك اهو 10 مرات، انت عارف البنت لو ما جالهاش عريس بكره هعمل ايه؟ هتعمل ايه يعني؟ يا اخي لا، انت لازم ترضى بقضاء، تستغفر الله وانت متاكد ان كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. سيدنا عيسى عليه السلام كان على جبل مره فجاله الشيطان كده وقال له ما تجرب ترمي نفسك فوق الجبل، واذا كان ربنا كاتب لك حياه قد انت هتعيش اديني عمر وارميني البحر. فعرفه وقال له ايه؟ قال له يا عدو الله ان العبد لا يمتحن سيده. يا جماعه العبد ما يمتحنش سيده، ولكن السيد هو الذي يمتحن العبد. الله هو الذي يمتحن العبد. معنا مين يا شيماء؟ يا عم مصطفى السلام عليكم. يا ام مصطفى انا اسفين، يا ام مصطفى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا. نعم يا دكتور، ازي حضرتك؟ ازيك يا ام مصطفى عامله ايه؟ الحمد لله يا دكتور، ازي حضرتك؟ ان شاء الله تكوني بخير وبصحه وعافيه. ربنا يخليك يا دكتور. عندك مصطفى مش كده؟ عندي مصطفى ومعايا جوز بنات برضه. ربنا يبارك لك فيهم ويديهم لك. اه اموريني يا ست الكل، اتفضلي. الامر لله مغلبني قوي مصطفى والله يا دكتور. ليه بس يا ام مصطفى ليه؟ ليه مغلبك ليه؟ ملموم بيدخن سجاير وملموم على شله فاسده. اه بص، هي المشكله مشكله اولادنا الولد بيفسد ليه؟ لا يفسد الولد الا اصدقائه. انا كنت هقول لك دوري على اصحابه، لازم يا حاجه تختاري له اصحابه يخليه يعرف شله كويسه. طيب لازم تختاري له شله كويسه. معانا اتصال تليفوني اخر. يا حاجه نجوى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، مرحبا. اهلا بيك. من فضلك انا عايزه اسال سؤال. اتفضلي. انا عندي بنت واحده الحمد لله. ربنا يبارك لك فيها يا رب. الله يخليك. والحقيقه ما عنديش يعني عايزه مثلا اكتب لها الحاجه بتاعتي بيع وشراء، مش عشان احرم حد ولا حاجه، عشان منعا للمشاكل. يعني عايزه ان شاء الله اامن لها مستقبل. يعني يا حاجه هو تامين المستقبل انك تعدلي على ربنا؟ لا ما بعدلش على ربنا، انا بعدل على ربنا. طب انا اسالك سؤال تاني بعد اذن حضرتك. انت ضامنه حضرتك ضامنه مين اللي هيعيش ومين اللي هيموت؟ الصغير هيموت يعني الاول، الكبير يموت الاول؟ يعني ايه مش فاهم؟ يعني يا حاجه الاعمار بيد الله سبحانه وتعالى. انت ممكن تعملي كده. انا عايز اقول لك، طب انا هقول لك، عندك سؤال تاني ولا اقول لك؟ لا شكرا. طيب شكرا جزيلا. انا عايز بس اقول في هذه المساله يا جماعه، الميراث بالذات تحديدا فريضه من الله، وربنا قال يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم، اخر سوره النساء. وإن في الميراث بالذات فريضه من الله، ما دام الذي امر هو الله فلازم يعني بكل حاجه باذن الله. انا بقترح عليك وانت قرارك انك تخلي كل حاجه باسمك، وبعد ما تكتب ورقه كده وتديها لمحامي او حد وتقولي له، يقولوا فيه عندما القى الله ياخذ كل وارث ميراثه كما امر الله سبحانه وتعالى. لكن ما تخصش ده بحاجه، لكن لو بنتك احتاجت حاجه هات لها كل اللي هي عايزاه، عايز تتجوز هات لها، عايزه شقه هات لها، عايزه كل حاجه هات لها، لكن ما تكتبلهاش كل حاجه باسمها، ده ما ينفعش. واغضب الله سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى وقدر فهدى وسبحانه وتعالى على كل شيء قدير. احنا لسه متواصلين مع حضراتكم وبرنامجكم حجاوز، بنتكلم النهارده يا جماعه في خلفه البنات.
يا ام البنات، الست اللي خلفت بنات بس وقاعده زعلانه ومتضايقه، بقولها افرحي، ده البنات دول هيودوكي جنه عرضوها السماوات والارض. انا عايز كل ام خلفت بنات تبقى سعيده وفرحانه جدا. انتوا عارفين يا جماعه سيدنا لوط عليه السلام خلي بنات بس، يعني وهؤلاء بناتي هن اطهر لكم. ما هو في انبياء عشان اللي ما خلفش ما يزعلش، شوفوا ربنا عمل ايه. يعني المنظومة الرباعية في الكون، في ناس تخلف ذكور بس وناس تخلف إناث بس، وناس تخلف ذكور وإناث، وناس لا تنجب لا ذكور ولا إناث، ويجعلوا من يشاء عقيمة. وعشان اللي ما خلفش ما يزعلش، أو اللي خلف بنات ما يزعلش، ربنا وزع القسمة دي على الأنبياء. خدوا بالكم يا جماعة، في أنبياء خلفوا ذكور بس. هتقولوا زي مين كده؟ سيدنا إبراهيم مش كده عليه السلام كان يدعو الله يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. ده سيخلف ذكور بس. طيب في أنبياء خلفوا إناث بس، سيدنا لوط عليه السلام أهو، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. فربنا بيديله بنات مش غضبان عليه، كان هيبقى غضبان ربنا على لوط. طيب واللي طبعا اللي اداله ذكور وإناث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ناس بقى لم تنجب لا ذكورا ولا إناثا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. ما زعلش بقى، زي مين كده؟ سيدنا يحيى عليه السلام ما زعلش واعترض، ويا رب اشمعنى انا ما تبعتليش تزقنيش بولاد. لا، كان ربنا بيورينا طلاقة قدرته سبحانه وتعالى، ان المنظومة الرباعية في الكون كما ارادها الله سبحانه وتعالى، حتى دي وزعها على الانبياء. سيدنا يحيى عليه السلام ربنا وصفه في القرآن وقال عنه ايه؟ وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. كلمة حصورا يعني لا يتزوج، وما دام مش هيتجوز يبقى مش هيخلف بإذن الله سبحانه وتعالى. عشان اللي ما خلفش ما يزعلش، عشان اللي ما خلفش ما يزعلش ويرضى بقضاء الله وقدره، وإن ربنا سبحانه وتعالى هو الوهاب. أرجع لموضوعنا خلفة البنات، كل واحد خلف بنات أنا عايزه يبقى سعيد وفخور وفرحان، وكل أم خلفت بنات بس ما تزعلش ولا تتضايق، ولا وكل طبعا يعني أسرة فيها بنات بس عليها أن تفرح، الخير كله. الرسول قال لنا صلى الله عليه وسلم خير النساء من بكرت بأنثى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حديث جميل قوي يا جماعة، حديث يعني لازم أقوله لحضراتكم كده ونفهمه كده بشكل جميل ونستخرج منه الأسس اللي تفيدنا في حياتنا. معنا مين يا شيماء؟ يا أم محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد ازيك يا أم محمد؟ أهلا بيك. الحمد لله يا استاذ محمد. اتفضلي. انا معايا 3 بنات وولدين. ربنا يبارك لك فيهم يا رب وفرحك بيهم. الحمد لله راضيه بهم الحمد لله. سمحني. مالك ايه اللي مزعلك؟ شكلك زعلانه. لا مش زعلانه والله، فرحت الحمد لله مبسوطه بهم اول الحمد لله. طب الحمد لله، امال ايه اللي مضايقك؟ اتفضلي. مش مضايقني يا استاذ محمد، بس الكبير مدوخني شويه. محمد مين اللي محمد مدوخك ليه؟ عنده كام سنه؟ وفي اعدادي. مدوخك ليه يعني؟ بيعمل ايه؟ مش بيذاكرش، بيهتمش بدروسه. انما الحمد لله البنات الحمد لله. ابوهم فين؟ موجود. طيب مش ابوه خلى ابوه كده يقعد معاه ويذاكر له ويقول له كلمتين طيبين ويخليه يقرا القران ويصلي ويعرف ربنا، هيبقى كويس اكيد ان شاء الله. بيصلي الحمد لله، وانا معود على البنات على الصلاه الحمد لله. خلاص قد لما بيصلي يبقى المفروض تتبص ما تزعليش، ان شاء الله هيبقى كويس باذن الله. لا الحمد لله سيد محمد، وانا اول ما جبت محمد دي رحت حجيت وقفت جنب الكعبه قلت يا رب ارزقني بنت، والحمد لله رزقني 3 بنات. الحمد لله. دول هيبقوا ليكي حجاب من النار. دول هياخدوا البنات دول يا حجه هياخدوا بايدك للجنه يا ام محمد ان شاء الله. الحمد لله سيد محمد الحمد لله. انا راضيه بهم اول الحمد لله الحمد لله يعني. ربنا يبارك لك فيهم يا رب. عندك سؤال ولا حاجه؟ لا سيد محمد انا كنت بشارك بس. نعم؟ انا كنت بكلم حضرتك، كنت نفسي اكلم حضرتك بس. ربنا يكرمك، شرفتينا وكترتينا ونورتينا، متشكر جدا لحضرتك. معانا مين يا شيماء تاني؟ استاذ احمد السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا دكتور؟ ازيك يا استاذ احمد، اتفضل. الحمد لله. بقول لحضرتك، هو الحب حلال ولا حرام؟ الحب الحب اذا ادى الى الزواج يبقى حلال. اي اتنين بيحبوا بعض يا احمد يتجوزهم. الحب ده اعظم قيمه انسانيه، والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحب، سالوه بتحب مين؟ قال احب السيده عائشه من النساء ومن الرجال، قال بحب وابوها سيدنا ابو بكر الصديق. تمام. الحب مش عيب يا ابني ولا عوره، بس لازم الحب يؤدي للزواج. لكن الواد والبنت بيحبوا بعض وخلاص كده، وقاعدين سنوات بيحبوا بعض وخلاص، ده يبقى حرام.
نعم اتكلم مع اهلها او كده مثلا، احس ان هم رافضين او كده او امور كده كتير. انت رحت انت مرتبط بواحده مش كده؟ ورحت لاهلها قالوا لك ايه؟ يعني يقولوا لسه شويه كده كلام من لسه شويه يعني. ليه لسه شويه ليه؟ لسه صغيره كلام من ده يعني. خلاص ما لما انت عايزها روح لهم واطلبها من اطلبها كده، خبط على بابهم وروح هناك اكيد. ولو البنت مقتنعه بيك صدقني صدقني لو البنت مقتنعه بيك هتقنع بيك، مش اله بس، هتقنع بيك طوب الشارع، هتقنع بيك طوب الارض، هتقنع بيك الدنيا يعني بحالها. العلاقه ذات نفسها حلال ولا حرام؟ ايه؟ العلاقه ذات نفسها حلال ولا حرام؟ علاقه ايه؟ الحب يعني، وانت بكلمها او كده. هو انت بتكلمها في انت مش من حاجة بتكلمها في ايه؟ كلام عادي يعني. لا انت مش من حاجة تكلمها لا كلام عادي ولا كلام مش عادي. انت تروح على الباب، تروح على بابهم وتخبط على الباب وتطلب الحلال اللي يرضي ربنا. بعد ما تخطبها من حقك تقعد معاها في حضور اهلها، هو ده اللي يرضي ربنا. لكن العلاقات التليفونيه والحاجات الغراميات اللي على التليفون دي طبعا دي تؤدي الى غضب الله سبحانه وتعالى. وخد بالك ربنا قال في القران: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. كله قوله بتسجله علينا. افرض لك انت قلت لك كلام وقلت لك كلام وارتبطتوا ببعض وما تجوزوش، هي راحت تتجوز واحد تاني هتبقى عايشه معاه ازاي؟ وانت هتتجوز واحد تاني هتبقى عايش معاه ازاي؟ ده هيؤدي الى خلل في منظومه المجتمع. عشان كده بقول لكل بنت شايفاني دلوقتي من فضلك لا تتكلمي مع اي حد في مثل هذه المسائل الا اذا جه على بابك وخبط على بابك. نعم معانا اتصال تليفوني اخر اخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين استاذ احمد ولا مين؟ ايوه اتفضل يا استاذنا اتفضل. لو سمحت ان هي بنتي متجوزه على 15 وعند جوزها. ايه بتقول ايه تاني مش سامع؟ متجوز بنت، متجوز بنت على 15 يوم عند جوزها والله روحي وخد منها عزاله وخد منها دهب بتاعها وخد كل حاجه. جوز بنت جوز بنتك قال لها روحي بعد 15 يوم؟ ليه عشان ايه؟ هو كده مش عارف حاله. البنت عملت حاجه يعني روحها بعد 15 يوم ازاي يعني؟ ما عملتش حاجه. امال ايه الاسباب يعني؟ ما اعرفش اسباب من والدته ومن حماتها كده ما اعرفش. حماتها مش كده؟ من حق اخد الاذان ولا مش من حقي؟ طيب طيب اشكرك شكرا جزيلا. هذا السؤال وهذا الموضوع والموضوع خلفة البنات. للاسف استاذ فيصل مخرجنا بيقول لنا الوقت خلص وانتهى. ان شاء الله نواصل حديثنا في هذا الموضوع غدا بإذن الله سبحانه وتعالى عن خلفة البنات. بدعي لحضراتكم، أدعو لحضراتكم بالتوفيق والسداد والصحة والعافية، وربنا يكبر بخاطرنا جميعا. اللهم إن جبر الخواطر عليك وحدك، فاجبر بخاطرنا جميعا يا رب، ولا تحوجنا لأحد من خلقك أبدا يا رب العالمين. ويسر لنا كل أمر عسير، واهد لنا كل عاصم. اللهم اهد لنا كل عاص يا رب العالمين. اللهم برحمتك الواسعة ورضاك عمنا اكفنا يا الله شر ما أهمنا وما أغمنا، إنك على ما تشاء قدير رب العالمين. شكر الله لكم أيها الأحبة، نلتقي على خير إن شاء الله في الحلقة القادمة. إلى اللقاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.